حققت لي حلمي وخلاني. اليوم مشوارنا على شمال لبنان. أول شي رح نتروق منقيش ببندورة من البيضة، بعدين حنروح على محل بطرابلس الناس بتقصده من كل لبنان، وبناءً على طلبكم حزور كم محل بالبترون وجبال. المهم هلا وصلنا على الرمل البيضة وطلبنا منقوشة جبنة ومنقوشة زعتر. وشوفوا عمير كيف قطع الجبنة كأنها بيتزا، جبنة ظهرة لبرا. هلا رح ندوق منقوشة جبنة، العجين مبينة طرية، بس هلا خلينا ندوق الطعمة. منقوشة جبنة من اللي قلبكم بحبها، طرافها محمصة بس ما بتجرح ابدا، مش عم تاكلوا عجين، عم تاكلوا منقوشة طرية من جوا، طرافها محمصة شوي، لأنه المنقوشة مش طيبة إلا محمصة، الجبنة مش مالحة ابدا، غير شكل، بعدها سخنة، مع هالقعدة برا الغير شكل، بنصحكم ببندور منقوشة جبنة. منقوشة زعتر سمسماتها كتار، لندوق الطعمة. شوفوا رفع المنقوشة، عجينة طرية ومبينة مرتاحة، كان بدها بندورة وخيار. حمودة الزعتر غير شكل، السما كتير سمسم، منقوشة طرية، الحرف تاعها محمص، شو بدكم أكتر من هيك بمنقوشة الزعتر؟ خليكم معي لأنه هلا القلب على الشمال. أنا اليوم بقلب مدينة الشمال، وين؟ عند أبو صبحي. إيه صحيح كنت ما بعرفه بس كتار دلوني عليه. بطرابلس الدنيا عم بتشتي شاورما ومحتارة بشو بدي بلش. هيدي الطاولة كلها شاورما، عشاق الشاورما خليكن على الفيديو، واللي ما بحب الشاورما من هلا رح يصير يحبها. أنت بدك شاورما كمان؟ حتى آدم إجا على الريحة. شاورما تركية، فتة شاورما، بيتزا شاورما، رز على شاورما. شو بعض بيخطر ببالكن مش موجود على هالطاولة؟ كل شي بيخطر موجود. خلينا نبلش بالشاورما التركية. ثلاث سياخ شاورما دجاج بطعم المنطقة حيكونوا أساس لساندويش الشاورما التركية. قطع الخبزة، شوية كاتشب، مايونيز، ملفوف، بندورة، بصل، وأكيد شطوة شاورما دجاج. وهلأ صارت جاهزة الشاورما التركية. كرم أهل طرابلس كله موجود هون. خبز التركي، شاورما منقوعة نازلة لأكثر من 24 ساعة، قرشة الملفوف، قرشة البصل يلي عاطي طعمة غير شكل للشاورما، محبة بطاطا، عالم آخر. المطعم إذا بتكون تعرفوه محل شاورما من شو بتعرفوه؟ من التوم. جيبوا حبة بطاطا، قرش الكبيس، الحدية يلي موجودة بالثوم، هيدا الثوم يلي منحب نشوفه مع الشاورما، مش المايونيز يلي مضروب بشوية ثوم، لا، هيدا الثوم الأصلي يلي بيعبي الراس مع الشاورما. هلأ رح بلش بشي رح تستغربوه، معودين على فتة اللبن، فتة الباذنجان، فتة المقادم وغير أنواع الفتات. هلأ فوتوا معي على فتة الشاورما. مش رح أكل هيك، بدي أخذ من قلبك. هيدي فتة شاورما بتنسيكم كل أنواع الفتات يلي مرقة على راسكم. وما أدراكم ما السمنة لما تفوت على الشاورما، كل الطعمات مع بعضها قنبلة. هيدي الفتة مثل ما بقلكم قصة كبيرة، حمودة اللبن والطحينة يلي عطيتها طعم غير شكل، اجت فوق الشاورما، الخبز المحمص يلي بيقرش بالتم، طعمة السمنة يلي حدث ولا حرج، هيدي فتة شاورما بتشيل كل الفتات يلي ضايقينها قبل. عشاق البيتزا خليكم معي لأنه ما نسيتكم، صح جاي على محل شاورما، عم باكل رز وعم باكل خبز وعم باكل كل شيء. بس خليكم معي على بيتزا شاورما. خبزة ساج، توم، جبنة موزاريلا، فطر، شطوة شاورما دجاج، طبقة جبنة ورجع سكرها بالخبز، شوية زيت على المقلة، حط البرس عليها لتسوح الجبنة كتير منيح وقطعها. كل المكونات مع بعضها كلها أخذت من بعضها وعطيتها طعم غير شكل. وما بدي أنسى طعمة الشاورما المنقوعة الطرية اللي ما بتعذب. تخيلوا قديه طرية الجبنة، هون الشاورما أطرى من الجبنة. هيدي البيتزا شو بميزها عن كل أنواع البيتزا؟ إنه بيتزا مع توم، لأنه الشاورما مستحيل تنسى التوم، وأنا مستحيل أنسى صحن التوم يلي محطوط على الطاولة. شو بدي لكم؟ مش رح تعرفوا لتجوا وتجربوا. كل اللي جايين لهون عارفين عن شو عم بحكي. اللي بيجي عند أبو صبحي بياكل كل شيء. وهلا رح أفوت بالرز مع شاورما. رز مع الزبيب والتوابع وطبعا شاورما. بس شوفوا لي قبل حبة الرز، حبة واختها. هيدي الصوص مع الرز بتدلقوها هيك، بتاخدوا الرز والشاورما بالصوص وبتسافر عتمكم. طعمة الصوص عطيت للرز طعمة غير شكل، بندورة وتوم وهالاخبار. الصوص الأحمر تاع الرز ما في داعي أخبركن عنه، بس مع الشاورما صدقوني صيروا بمحل تاني. مع كل اللي دقته المحل بتقفروه من صندوش الشاورما. هلا رح ندوق الشاورما. بس شو مش رح ننسى التوم. أنا بالنسبة لإلي الشاورما عروسة التوم.
اللي قلت لكم عنها، بتحسوا حالكم عم تاكلوا شاورما على الفحم، شويه كبيس شويه ثوم مع شاورما لحتى ما تضيع لها طعمتها. اهم شيء ما بيحطوا بطاطا، ما بيخلوكم تشبعوا من البطاطا والكبيس والثوم. شويه بطاطا، شويه كبيس، شويه ثوم، كثير شاورما. هيدي شاورما ابو صبحي بقلب ساحه النور. شو جايين ناكل؟ كعكة طرابلسية، برمنا كتير عليها بالإمارات بس الطعمة منا زيتها. جايين على ساحة النور على قلب طرابلس ندوق الكعكة الطرابلسية المضبوطة الأصلية. شو بدها يا عم؟ بدها هلا عوشها شوية زبدة وكول وغمض عينيك. غير شكل؟ غير شكل يعني. طلع منها زبدة. هذا هلا عم بحط لها زبدة. سأعمل لك طريقة لها غير شكل، طولي بالك. هيك رشة سمنة عليها غير شكل مع زبدة. طلع أطيب كعكة طرابلسية هلا هون بنقلبها تحمص على تاني مال. حط هيدا هيك نكبسها شوي تحمل جبنة بتطلع طيبة. حط هيك بنقول لها تفضلي ومية صحة وأنا وأهلا وسهلا فيك على قلبك. بينعاد عليك يا رب. عليك يا رب. وهلا عم ناكل كعكة طرابلسية على الفحم جبنة بس هون زاد عليها شوية صماء مع زبدة دهنة. مع زبدة سخونتها بتاخد العقل. هيدا الدليل انه عم تاكلوا شيء طازة وعلى الفحم ويومي. ويومي ما في شيء بايت. ما في شيء بايت. البيت من طعميل الحمام. طعمين قرشة الكعكة. هيدي الكعكة الطرابلسية اللي كنا عم نفتش عليها بالامارات لقيناها بطرابلس لانه هي أساسة طرابلس. هيدي كعكة عكاوي شوية سماء لتعطيها طعمة حموضة. فيكم تزيدوا الخضرة اللي بدكم إياها بس هي الطيبة مثل ما هي. وهلأ نحن بالبترون، واحدة من المدن اللبنانية بمحافظة الشمال، تتميز بموقعها الكتير حلو على الخريطة وببحرة اللي بياخد العقل. حقق لي حلمي وخلي عمل ليش العجقة عند حلمي وليش الناس بتوقف بالصف؟ لأنه هو من الأوائل اللي بلشوا بالليموناضة ورجعوا كتير بلشوا يقلدوا. ومثل ما أنتوا بتعرفوا الليموناضة يعني باترون وعنده كتير من النكات. وهيدي على نعنع، هيدي على فراز، وهيدي ميكس الفواكه. طيب كتير كتير طيب. وهلأ قربنا على شط الباترون. الهوا بياخد العقل بس بيطير الزلمة. هلأ أنا مش حيطيرني صحت منيحة. وهيك بيكون خلص مشوارنا بالبترون. بس جينا بس لحتى نفرجيكم أطيب ليموناضة هني مشهورين فيها. وهلأ جينا عجبال رايحين على مطعم انتو طلبتوا مني زوروا على الانستغرام. اسمه فينيكيا. أول ما بتجوا دغري بينزلوا لكم ساج صغير مع زعتر ولبنة وزيتون. بهالوقت تتسلوا قبل ما توصل الطلبية. كلنا هيك بنكون جعانين وبننطر الطلبية كتير وقت. هيدي طريقة كتير حلوة تحل حتى نتسلى وننسى الوقت يلي نطرناه وخاصة إذا كانت عم بتشتي. أول شي طلبناه حمص بالسجق. كنا معودين الحمص على وجه لحمة بس هالمرة الحمص على وجه سجق وبندورة كرزية. عنا خبز ساج صغير رح ندوق الحمص بخبز الساج. حمص لبناني بيتي كأنه معمول بالبيت. أبدا منه كتير مالس مثل ما معودين عنه بالمحلات كتير بيكون هيك طري. بالعكس شوي بعده كامش كأنه عاملينه بالبيت مع سجق مقلب البندورة وزيت الزيتون. الميكس بين الحمص والسجق كتير عاطين طعمة طيبة مع بعضهم. يلا يلا عجل رح تشك. هون عندي لحمة راس عصفور، بطاطا حرة وسجق، وهون خبزة ساج هيدي طوية. رح بلش بالبطاطا حرة. البطاطا حرة وين ما كان هي زيتها. بطاطا مقلية، كزبرة، ثوم وحر. وين ما رحتوا هي زيت البطاطا حرة فيها شي سبيشل. هلا رح نبلش باللحمة راس عصفور وعم تشت علينا. الشكة تعيد اللحمة طرية. لحمة مقطعة صغير. هيدي اللحمة شو بقلبها؟ هلا بشوف بس انا اكل لجوا. مصر اكل تحت الشتي. لحمه راس عصفور وبطاطا حرة. لحمه راس عصفور مقليه بزيت زيتون مع شويه ملح وحبق، وطعمه الحبق كثير ظاهره فيها وعطيتها طعمه مميزه للحمه، خاصه انه اللحمه مقطعه صغير، منا قطعه كبيره لحتى هيك تعلكوها كثير وتطولوا فيها وما تلاحظوا طعمه الحبق. وتتبيله الحبق فيها غير شكل، عطيتها طعمه عن جد مميزه. معاني مع عصره حامض مع شويه مايونيز مع وحده بطاطا حره. لفينا سندويش بالشوكه. معاني مقلب زيت الزيتون، عصره هالحامض يلي عاطي طعمه حموضه غير شكل للمقاني مع البطاطا حرة مع بعضهم مع شوية مايونيز غير شكل. كان بدها كمان طماط سريز بس ما لحقت حطها بالشوكة. الدنيا طافت علينا.
اللبنانيين من الشتا طافي، لما قدرنا نكفي برا وما في محلات جوا بالمطعم، يعني عقد ما خيرتوني بين فينيقيا والمرشاء وانا احترت بيناتهم باثنين ما زبطت. المرشاء كمان اضطر يلغي الحجز لانه كان حاطط كراسي برا وكان في كثير موج وطقس مش منيح، لغى الحجز، جينا على مطعم فينيقيا كمان كنا حاجزين برا، بس صورت لكم شوي من فينيقيا.